عليكم حبايبي حباباتي، مرحبا بكم عاوتاني في لاشين قناة مطبخ أم ليليا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. وغبرت عليكم عاوتاني شوية، ولكن هاد المرة إن شاء الله جيب لكم الجديد الجديد الجديد. كيف ما كتشوفوا معايا، جبت لكم هاد الغوسات ديال واحد لاكريم اللي حصرية في يوتيوب المغربي بالحق، ماشي يعني هاد لا غوسيت انايا خديتها من عند واحد الشيف هذا برتغالية اللي متخصصة في الحلاوي ديال كيك لاير وكيك ديزاين، يعني محترفة وشيف كبيرة ومعروفة. وحاولت اني نقلب على هاد لا غوسيت زعما تكون شي قناه دايره بحالها، مي ما كايناش هادشي. اش كنقول لكم انها حصريه. المهم هاد ما نطولش عليكم بزاف. هاد لا كريم هادي كيف ما كتشوفوا كنعمروا بها اولا كنحشيو بها الكيك ديزاين او كيك لاير، كتجي لذيذه 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 بزاف. اش نقول لكم، اللي كلاها كيحمق عليها. المهم انا درتها اللي دقات يقول لي هاد لا كريم هادي شنو هي. المهم هادشي علاش ما بغيتش نبخلي عليكم بها، نخليكم مع يعني المقادير والطريقه ديال التحضير ديالها. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا جوج حليب نسلي، تقريبا كيساوي شي 340 غرام على ما اظن. وعندي هنايا 200 غرام ديال لا كريم فريش، وعندي 250 غرام ديال الحليب. من الاحسن يكون الحليب يعني ما يكونش على في الثلاجه. وعندي 180 غرام ديال الشوكولاط ابيض، وعندي جوج صفار ديال البيض، كنحتاج غير صفار ماشي البيض. وعندي 30 غرام ديال النشا. هادو هما المقادير. ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، وهي غادي ناخد كاس ديال العصير. أول حاجة غادي نخلي الشوكولاط هو الأخر عاد غادي نستعملو. كاس ديال العصير غادي نضيف عليه، غادي ندير فيه تانايا الحليب نسلي. عفوا بالنسبة لهذا حليب نسلي كتليكم شي 240، مي هو كتكون فيه كتليكم 340 لما أظن، مي هو الجراماج ديالو كتكون فيه 380 في سميتو، يمكن في الحك على ما اظن، ما بقيتش عاقله بزاف. وكنزيد المكونات كامله لا كريم فريش، وكنزيدو الحليب ونشا وجوج صفار ديال البيض. بالنسبه للحليب يكون على درجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما يكونش بارد. كيف ما كتشوفوا كنضيف المكونات كامله. بعد ما خلطت العناصر كامله وتجانسوا ليا مزيان، انا غادي نديرهم دابا هنايا في طنجره. تقدروا ديروا نتوما الكسرونه ولا طنجره نيت، ولكن من الاحسن تكون انها ما كتلصقش وتكون ثقيله. هنايا من بعد ما درتهم في الطنجره، شعلت عليهم البوطه، وغادي نخليهم هكا كيغلاو حتى هاد الخليط ديالي كيعقد مزيان، والبوطه تكون مهيله ما تكونش مجهده. وناخذوا معلقه ديال الخشب كيف ما كتشوفوا معايا، وكنبداو نحركو. ما كنهزوش يدينا نهائيا على 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 الطنجره حتى كيعقد لينا الخليط ديالنا. كما كتشوفوا انا كنخلط، ما كنهزش يدي نهائيا، وكنحرك من التحت باش لا كريم ديالي ما تلصقش ليا في الطنجره.
كيفما كتشوفوا اولا الخيط ديالي بدا يعقد، وانا كيفما كتشوفوني ما حاولتش انني نقطع الفيديو باش تشوفوا انني ما كنهش يدي نهائيا من الطنجره. هنا كيفما كتشوفوا هنايا ها هو عقد ليا بهذه الطريقه هذه، يعني غتبقاو تخلطوا والعافيه مهيله حتى كيولي بهذه الكثافه هذه. هو كيغلي راه كتشوفوا مازال كيغلي، مازال مشعل عليا البوطه. من بعد كنضيف عليه ديك لي مورسو ديال الشوكولاط البيض. بعد ما تضيفوا الشوكولاط البيض حاولوا انكم ما تخلطوش يعني بالزربه، كيفما كتعرفوا الشوكولاط البيض الا تحرك بالزربه كيطلق هذاك الليدام ديالو. يعني كنحاول اني نخلط بشويه، كنحاول انني كيفما كنهز من التحت وكنقلب، يعني كيفما كتشوف معايا في لا فيديو. صافي كنبقى على هاد الحال هذا، وانايا البوطه عندي مهيله يعني باقي ما طفيتش عليها، كنبقى مستمره هكا بالتحرك من الفوق لتحت حتى كيذوب ليا الشوكولاط كامل. كما كتشوفوا البنات انني كنحاول انني ما كنزربش الفيديو اولا كنحبسو باش كتشوفوا لي زيتاب كامله باش هاد لاكريم تجيكم ناجحه 100%. ولكن هاد البنات هاد لاكريم كتجي غزاله ولذيذه في كيك ديزاين ولا لاير كيك. هادي هي لاكريم اللي معتمده عند خصوصا سميتو البرتغاليين، كي هما اللي كيديروها الاغلبيه. بعد ما لاكريم ديالي صافي ها هي وجدات، درتها في جبانيه ديال الزاج. من الاحسن البنات ديروا الزاج ما ديروش بلاستيك، حيت كتكون لاكريم سخونه والسخونيه مع بلاستيك ماشي مزيانه. من بعد ما خويتها في جبانيه وهي باقا سخونه غادي نغطيها بالسلوفان، وغادي نغطي لها الوجه ديالها يعني السلوفان فوق من لاكريم باش ما تكونش ليا واحد القشره رقيقه كيفما كتشوفوا معايا. هاد لاكريم هذه البنات مي كان نصيبوها كنخليوها في الثلاجه المده ديال الليله كامله، ولا ماكسيموم يعني هنا المينيموم 6 سوايع، فهمتوا؟ باش تجي لاكريم تجي عاقده ومزيانه. هنايا لاكريم ديالي بعد ما خليتها ليله كامله، ديك لي صايبت معكم الاولى هذيك درت انا في الثلاجه، وهذيك نصيبتها ليله قبل حيت باش كان عندي واحد الحلوه ديال لانيفيرسير وكنصيبتها بها. شوفوا التكستير ديالها كيفاش كيجي، كتجي عاقده كتجي لذيذه لذيذه بزاف. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا كيصيبوا لي كوموند ديال الحلاوي ديال لانيفيرسير، وهذا هذه غادي البنات الا درتوها غادي يولوا لي كليون ديالكم ديما يطلبوا لكم الحلوه ديالكم بهاد لاكريم هادي. كتشوفوا كتجي لذيذه وحد المذاق ما نعاودش لكم غزال. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفه هادي اولا هاد لاكريم هادي. ونتمنىكم ما تبخلوش عليا بلايك وميساج زوين بحالكم. نتلاقاو ان شاء الله بفيديو جديد وبوصفه جديده ان شاء الله. خليتكم على خير.